السلام عليكم، معكم إيمون، وهذه المرة سأتحدث عن ما أخطط لفعله وما سأفعله في هذه القناة. أول شيء شكرا على 300 ألف مشترك، كما أنها الفرصة المناسبة لكتابة سؤالك حتى أتمكن من العمل على حلقة الأسئلة. أكتب السؤال بعد مشاهدة على الأقل نصف الفيديو حتى يكون السؤال منطقي. سأغيب لمدة أسبوعين ثم سأعود، وهذا لأني أحتاج للوقت لأقوم بتطوير تلك المشاريع. تذكرون بالتأكيد هذا الفيديو الذي أخبرتكم فيه بأني أعمل على لعبة، ولن أخبركم بأي شيء حتى لا أفسد الأمر، وأيضا بأني سأعمل على مشروع ثاني، لعبة نوبي، ولا أواجه أي مشكلة في إطلاعكم عن التفاصيل. هي تعتمد على اللعب الجماعي على نفس الحاسوب أو أونلاين. نعم يا جماعة، يستطيع بلندر أن يصنع ألعاب أونلاين، وبصدور نسخة 0.2.5 أصبح الأمر أسهل تقريبا، كما أنه من الممكن أن تصنع لعبة بجرافيك جيد بدون دروب فريم ولا أي شيء آخر، والمحرك مستقر هذه المرة. قصة الأونلاين قصة طويلة وسأتكلم عنها في القناة الثانية بعد أن أتعلم أنا، لأن صانع تلك الخاصية سحب على مشروعه بعد أن أنهاه تقريبا، ولم ينشر أي شرح بخصوص ما فعله إلا بعض الأمثلة البسيطة، وكان علي أن أحاول أن أفهم كل تلك الأمثلة بنفسي، وكان الأمر مزعج مراجعة كل خطوة واحدة تلو الأخرى ومحاولة فهم سببها، ولكن ذلك كان يستحق لأنني نجحت في صنع نموذج للعب الجماعي، وهذا هو السيرفر، وهذا اللاعب الأول ثم اللاعب الثاني. كما أن الجرافيك لا بأس به، لعبة نوبي ستكون بأسلوب كرتوني. الأوفلاين سيمكنك من تجربة عدد من الألعاب ضد البوت أو ضد لاعب على نفس الحاسوب. ستصدر اللعبة على عكس المشروع الأول السري كنموذج أولي في البداية حتى نكمل جميع الأساسيات بالتأكيد. أي تطورات بخصوص لعبة نوبي سوف تكون على القناة الثانية لتطوير الألعاب، كما أنه بعد إكمال نسخة ألفا سوف أقوم بنشر فيديو أجرب فيه المشروع مع أصدقائي، كل واحد منا في بيته يلعب لعبة أونلاين أنا صنعتها. سيكون ذلك جنوني لأنها سوف تكون أول مرة أفعل فيها هذا، لهذا ترقبوا نشاط على القناة الثانية. أما هذه القناة سأعمل على مود جي تي اي بالاس، ما زال مستمر، سأنشر تحديث صغير على المنتدى حتى يتمكن الجميع من تحميل مهمات إضافية مع تصحيح الأخطاء الموجودة في المهمات السابقة، والفيديو عن ذلك المود سوف يكون بعد أسبوعين. أما الجزء الثاني من مونتاج بابجي المجنون سوف يكون بعده، وهو سيتطلب الكثير من العمل، وبالتأكيد عودة سلسلة أسرار وغرائب. بخصوص حلقة تحسين جي تي اي سان أندرياس، أحتاج إلى شراء كارت شاشة أو استيلاف واحدة حتى أظهر اللعبة بجودة قصوى، لأنني رأيت بعض الدخان ينبعث من الحاسوب الخاص بي. لهذا إذا فهمتم ما أقصده، مشاريع كهذه مثل تطوير جي تي اي بالاس ومونتاج لفيديو بابجي وأشياء أخرى لن يفسح لي المجال أبدا في ممارسة هوايتي المفضلة وهي تطوير الألعاب، ولن أتعلم أبدا أشياء جديدة. لهذا أسبوعين مدة جيدة حتى أعود بقوة على هذه القناة وننشر حلقة أسئلة. أريد أيضا أن أقدم دعمي إلى يوتيوبر جزائري وهو يستحق ذلك. قناته من 2015 تنشر فيديوهات عن ألعاب متنوعة وقد وصلت إلى 100,000 مشترك مؤخرا، لهذا إذا كنت تفهم اللهجة الجزائرية ألقي نظرة هناك، لأني لاحظت جهود كبيرة منه وهو مظلوم في الدعم. أنت حر إذا كنت تريد أن تدعم تقريبا أقدم قناة ألعاب جزائرية. إذا فعلت هذا أكتب في التعليقات أن نوبي كان هنا، لأن نوبي سوف يعود ولكن داخل لعبة. المزيد تشاهد الفيديو.